للحديث أكثر عن مخرجات اجتماع مجلس التعاون الخليجي والتطبيع مع نظام الأسد في ظل الرفض الدولي والغربي، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الباحث في مركز جسور للدراسات السيد وائل علوان. أستاذ وائل، بداية مرحبا بك. اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة اجتماعهم ولم تحل أزمة تطبيع الدول العربية مع نظام الأسد. كيف تنظر أو تصف منطلقات سواء الولايات المتحدة أو الدول العربية أو على الأقل المجاورة لسوريا في هذا الموضوع؟ نعم، تحياتي لكم. طبعا حضور لافت لوزير الخارجية الأمريكي بلينكين في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي الحديث عن التطبيع مع النظام السوري يقتضي الحديث عن شروط وعن دور الأمم المتحدة وعن المسار السياسي وعن خطوة مقابل خطوة وعن عودة اللاجئين وعن الإفراج عن المعتقلين، في حين أن هذا الحديث وهذه الشروط تغيب أحياناً مع وجود الدول العربية التي تسير في مسار التطبيع، إذا استثنينا طبعاً قطر التي ما تزال على موقف متشدد من التطبيع مع النظام، لأن النظام بالفعل لم يقدم أي تغيير حقيقي في أسباب جعلت الدول العربية سابقاً تقاطعه، وهذا منسجم مع الموقف الدولي والموقف الإقليمي. اليوم أصبح واضحاً بشكل أكبر أن قطر وتركيا تشترط شروط بالفعل عملية وفعلية لأي علاقة مع النظام وأي حديث مع النظام، في حين أن الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد كما كان سابقا يقول لا للتطبيع مع النظام. هم لن يطبعوا نعم، لكن كانوا يقولون للدول العربية لا تطبيع مع النظام. اليوم لا، الموقف الأمريكي والموقف الغربي بشكل عام يقول التطبيع غير المجاني، بمعنى الشروط في مقابل التطبيع، والشروط ممكن تعريفها بخطوة مقابل خطوة، وهو نهج فضفاض جدا. السيد جير بيدرسون المبعوث الأممي للشأن السوري يضع له تصنيف دقيق ومنهجية دقيقة محددة، وإنما نستطيع أن نصفه أنه علاقات ثنائية ما بين دولة ما مع نظام الأسد يقوم على تبادل رسائل المصالح المشتركة أو الطمأنينة فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والدولي. الاجتماع أكد الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة سوريا، يعني هذا المبدأ المطاط الذي نسمعه طوال أكثر من 10 سنوات، هل تجد له أي مؤشرات لتنفيذه على الأرض؟ يعني هو كما تقول حضرتك هو مطاط جدا، وهو الشعارات، هو مثل الديباجة التي تكون في مقدمة أي بيانات. يعني شاهدنا في بيانات لجولات مفاوضات في جنيف، في جولات لجنة دستورية، في جولات أستانة ما بين الدول، تقدم واستقلال ووحدة الأراضي السورية، لكن مركزنا مركز جسور للدراسات في نهاية هذا الشهر الخريطة السنوية التي ترسم نقاط العسكرية الخارجية في سوريا، 830 قاعدة ونقطة عسكرية للقوى الخارجية في سوريا، منها 570 نقطة إيرانية ما بين الحرس الإيراني وحزب الله، منها 55 قاعدة كبيرة، قاعدة قادرة على أن تكون فيها كل أنواع الصنوف العسكرية والقتالية وأن تشن معارك. إذن عن أي سيادة وعن أي وحدة أراضي سوريا نتكلم؟ اليوم الخريطة السورية مقسمة ألوان، نحن اللون الأخضر للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام وهي تحت سيادة المعارضة، اللون الأصفر للإدارة الذاتية، واللون الأحمر للنظام عن أي وحدة أراضي سورية. هذا الحديث بهي الديباجة هو يفترض ما سيكون في الحل السياسي النهائي المقبول، لكن خلال المستقبل القريب لا يوجد حل سياسي. الساحة السورية سيدي لم تعد معنية بذاتها لإيجاد حلول لها بمقدار ما ساحة لإيصال الرسائل، تبادل حسن النوى. يعني عندما يتحدث تتحدث الأطراف كثيرا بموضوع ما سيقدمه النظام، عندما تتحدث جميع الأطراف المشتركة في هذا الاجتماع عن موضوع سيادة سوريا وهو هذا المبدأ المطاط، ولكن مطالبات العرب، الدول العربية التي يعني تريد التطبيع مع النظام السوري، المجتمع الدولي المنشغل وليس له يعني
عمل سوى وليس له قول سوى عودة اللاجئين إلى سوريا. يا ترى من ضمن المطالبات العربية هل لمست ما يضمن أو لمست حديثا عن سلامة هؤلاء اللاجئين عندما يعودون إلى سوريا؟ سلامة حياتهم؟ سيدي الكريم، اللاجئين يشكلون ضغط كبير جدا ليس في كل دول الجوار وإنما في لبنان وفي تركيا، وهناك آليات لموضوع التعامل مع ملف اللاجئين في هذه الدول وما بين هذه الدول والمجتمع الدولي، لكن لا تتضمن عودة اللاجئين لأن العودة غير ممكنة بعدم وجود الحل السياسي ومع بقاء النظام. في حين دولة مثل الأردن والسعودية وباقي دول الخليج ليس هناك ضغط حقيقي أو أزمة حقيقية تسمى اللاجئين السوريين، فضلا عن أن مثلا الأردن متضرر بموضوع المخدرات، بموضوع الدرون، الطائرات المسيرة التي تحمل أسلحة وهي بمعظمها تكون مسيرة عن طريق إيران وأذرع إيران، هي معنية بأن يكون هناك شروط قاسية على النظام، في حين أن السعودية غير معنية بكثرة الشروط، بمعنى أنه إخراج عن معتقلين وإعادة لاجئين وموضوع الأمن وما إلى هنالك. السعودية اليوم لا تنظر إلى النظام على أنه قادر على تحقيق شروط أو على أنه يطلب منه شروط أو أنها بحاجة شيء من النظام، وإنما يأتي مسار التطبيع السعودي مع النظام السوري ضمن شيء كبير اسمه المفاوضات السعودية الإيرانية، التطبيع السعودي الإيراني بالوساطة الصينية. اليوم مسار التطبيع السعودي مع النظام مرتبط بنجاح هذا المسار. نراقب العلاقات السعودية الإيرانية، وهناك مؤشرات اليوم نعتذر منك أستاذ وائل، لا تسير بهذه السلاسة نعتذر منك لأنه قارب وقت بانوراما رافدين على الانتهاء. نعتذر منك أستاذ وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.